والله في الرحم في أفعى. اسمعوا اسمعوا، هو الرحم أنا شايف هو الرحم في أفعى بتبلع العيال. يعني دي مش تحمل أي عيل تحمل فيه شر. ملفوف على الرحم واي حمل يحصل من الله. المشاهدين اللي بيشوفونا حول العالم، يسوع الله يسوع المسيح حي. كلمه يسوع المسيح مش فيها اطلقت باسم يسوع المسيح. يسوع المسيح ما زال يغلب الشياطين ويشفي المرضى، هو الاله الحي. شايفين؟ يسوع المسيح بيخلص باسم يسوع المسيح الاعظم في العالمين، اطلقت من كل قوه شيطانيه. الروح القدس يحصرك من كل جهه. اذن الله. لما بسألك تجاوبني عملت ايه في حياتك؟ عملت ايه في الرحم؟ ها؟ عملت ايه في الرحم؟ عملت ايه في الرحم؟ ها؟ انت بني عم الخلقه، عملت ايه في الخلقه؟ عملت ايه في الخلقه؟ ها؟ اشعب الرب. كلمة الله تعلمنا أن الرب الإله لا يتغير وما زال يصنع المعجزات. هذه السيدة أتت إلى كنيسة نور المسيح لجميع الأمم باحثة عن حل لمشكلتها، وعندما وقفت في صفوف المصلين لمستها قوة الرب. وبعد 5 شهور من تحريرها وخلاصها من السحر والأرواح الشريرة التي كانت تقيد الرحم وتمنع الإنجاب، رجعت هذه السيدة إلى الكنيسة لتعطي المجد للرب، وهي ممتلئة بالابتهاج، لأن الرب تحنن عليها ومسح دموعها، وتحول حزنها إلى فرح. يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد، فهو الإله الحقيقي وحده. لنستمع إلى شهادتها. عرفينا بنفسك، اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ جاية منين؟ كنيسة إيه؟ أنا اسمي؟ قصتك إيه؟ حكايتك إيه؟ مشكلتك إيه؟ اسمي إيمان سعد، أنا من أرض اللواء، وأصلاً معرفتي بالاجتماع وبحضرتك عن طريق واحدة صاحبتي، كانت صدفة يعني عادي، أنا ماليش علاقة بيها. فالمهم إن هو أنا روح، أنا حابة أروح الاجتماع ده. المهم إن هم قالوا لنا من فترة وما قالوش تاني، هي وجوزها ما قالوش علينا، يعني ما قالولناش تاني على الاجتماع. فجأة كده قالوا لنا لا، هو في مؤتمر وتعالوا نروح. فجوزي اليوم اللي احنا يعني قبل ما نيجي بالليل حصلت مشاكل، اللي هو انا مش رايح. طب انا نفسي اروح، انا عايزه اروح، لا انا مش رايح. طب معلش وكده، ولحد ما ربنا انا قلت يا رب لو انت رايد ان انا اروح انت تحل المشكله دي، انت تحل المشكله وتخلي جوزي يخلينا اروح. وفعلا الصبح جيت، والصبح ركبنا وجينا هنا. اول يوم حضرتك شفتني وانا طلعت كنت مخنوقه، كنت في حاسه ان في حاجه مسكاني من رقبتي. انت جيتي حضرتي مؤتمر ايه؟ اخر مؤتمر كان امتى؟ في شهر كام؟ كان في شهر 5 اللي فات. 5؟ بس وانت جايه وحاسه ان انا مخنوقه، انا هموت، حاجه خناقه. انتي روحتي للدكاتره كتير؟ انت كنت بتعاني من عدم الخلف كتير. انا اول اتجوزتي سنه كام؟ اتجوزت سنه 2018. 2018 ايوه. لحد ما جيتي هنا ما كنتيش بتخلفي؟ 6 سنين يعني. 6 سنين مش بتخلفي؟ لا. رحتي للدكاتره؟ احكي لنا ايه معاناتك مع الدكاتره؟ ايه يعني مشكله عدم الانجاب دي نفسيا كان تاثيرها عليكي؟ انا من رابع شهر من جوازي وانا رحت للدكتور،
كانت عندي مشكلة رحت للدكتور، راحت قالت لي انت عندك مشكلة على المبايض، في المبايض، طب ناخد علاج. خدت العلاج، فضلت فترة عليه وما عملش معي نتيجة، ما جابش نتيجة سنة. وبعدين كنت كل 4 شهور أو 5 روح لدكتور تاني، كل ما روح لدكتور يقول لي لا اعملي الإشعة، إشعة مش عارف ايه ومعملية. المهم كان كل الدكتور يقول لي على حاجة اعملها، كل ما يكتب لي على العلاج اخده. كان علاج تنشيط المبايض ده كان كنت باخده، كنت بحس بجسمي واجعني زي اللي ما واخده مخدر، كنت بتعب، كنت بتعب منه جدا. بس وعملت عملت إشعة بالصبغة، وبعديها عملت عملية منظار بطن تشخيصي، وبعديها عملت تحاليل كتير كتير. وبعد كده رحنا لدكتور ذكور، جوزي طلع عنده دوالي في الخصية، عملنا العملية. وبعدها بفترة برضو ما حصلش حمل، ما فيش ناس كتير، وكان بيوجع. انا لا حد بيتكلم، انا كنت بتوجع من جواي بس مش قادرة اقول له ان انا موجوعة. ما تقوليش كده تاني، ما تحسسنيش ان انا فيا نقص من جوايا. ما انت مش حاسس ان انا موجوعة وانت بتسألني انت ربنا اداكي ولا لسه؟ انت مش حاسس ان انت بتسأل السؤال ده وانت انا ان انت بتموتني كل لحظة بتسألني فيها السؤال ده. انا كانت الناس بتمشي ورايا في الشارع، ناس معرفهاش، انت لسه ربنا ما اداكيش ليه؟ ما رحتيش ليه الدكاترة؟ ما كشفتيش ليه؟ مش عايزة حد يسألني السؤال ده تاني، انا تعبت. لدرجة في يوم دكتور قال لي انت بقالك فترة كبيرة، وفترة دي خلاص ما لازم تعملي حاجة، اعملي حقن مجهري. رفضت الاول، رحت للدكتور تاني، راح قال لي اعملي تلقيح اصطناعي. طب ماشي يا دكتور، نعمل التلقيح، بلاش الحقن. عملنا تلقيح وفشل، ما نجحش. ولما لقيت الموضوع برضو فشل ومفيش امل، خلاص انا تعبت. بعدين رحت للدكتور تاني، راح قال لي لا لازم عملية حقن مجهري طول ما التلقيح فشل. رحت ومشيت في الاجراءات بتاعت العملية، فضلت 4 شهور اخد في برشام منع حمل. طب ازاي دكتور منع حمل؟ قال لي انت دكتورة ولا انا مش هديكي حاجة تضرك. بس فرحت لحد راح قال لي لا ما تعمليش العملية. ليه ما اعملهاش؟ انا عايزة اعملها، انا خلاص خدت القرار، انا ما كنتش عايزة اعملها، انا خدت القرار انا عايزة اعملها. قال لي لا ما تعمليش. فجالي انهيار عصبي وكنت منهارة، ما كنتش، كان بيجيني تشنج وكنت نفسي ما بعرفش اخد نفسي. ورحنا دكاترة كتير كتير قوي، جوزي كان بيطلع بيا الساعة 1 و2 بالليل، ما فيش مستشفى راضية تقبلني، وما فيش حد عارف حالتي ايه. دي مش حالة نفسية، يعني تشنجات وكل ده. طب ليه ده؟ ازاي دي مش حالة نفسية؟ برضو كنت باخد العلاج وما كانش بيعمل معايا نتيجة، وبرضو كنت احس بخنقة وانا قاعدة وحدي، عايزة اطفي النور وعيط، مش عايزة حد جنبي، مش عشان ما حدش اللي جنبي مش هيحس بالوجع اللي جوايا، مش هيحس بالنار اللي انا حاسة بيها. ما حدش حاسس بيا، حتى لو شكيت لي مين ما حدش حاسس بيا. ولما جيت هنا حضرتك شفتني، قلت لي ربنا هيديكي. وتاني يوم برضو قعدت، وبعدين حسيت بصداع جامد في دماغي ومش قادرة، ولقيتهم شدوني وجابوني عند حضرتك هنا، وما فوقتش غير وانا حاسة ان انا روحي رجعت لي تاني. انا حسيت ان روحي رجعت، انا بعد خروج الشياطين مني. أيوة. شعرت ان روحك رجعت لي، روحي رجعت تاني، وحسيت ان انا رجع لي نفسي اللي انا باخده، وانا عايشه، انا ما متش. وبعدين رحت انت حضرتك قلت لي قومي، الرب هيديكي، وبعد 3 شهور هتيجي تشهدي ان انت حامل. هللويا، سبحوا الرب، ادوا المجد للرب يسوع المسيح. وفعلا انت استلمتي نبوة بعد طرد الشياطين منك. أيوة. انت ما كنتيش تعرفي ان سبب مشكلتك
عدم الإنجاب هي الشياطين والسحر. مش تعرفي ده؟ لا. ما فيش حد ما روحتي لحد يصلي لك؟ ما روحتش لحد يصلي لي. أنا قبل كده كان في مدجلين اللي بيعدوا في الشارع دول, واحدة كانت معدية وقالت لي لا أنت معمول لك عمل, والعمل ده مدفون في التراب ولازم يتفك عشان تتحل عودتك وتخلفي. خدت مني ذهبي كله وما حسيتش, انا ما حسيتش بيها, انا ما حسيتش بنفسي وانا بقلع ذهبي حلقي وخاتمي ودبلتي وكل اللي كان في ايديا قلعته ودتهولها عشان ايه تفك لي العمل اللي هي اللي هي قالت لي عليه ده تفكه لي على الذهب. المهم ان انتبهوا قبل تحريرها, قبل الدجالة في الطريق والدجالة دي قالت لها ان انت معمول لك سحر وعشان افك لك العمل, سحرتها وغيبت عقلها. يعني انت عقلك غايب وانت بتقلعي كل ذهبك. انتبهوا, شايفين الشيطان ما عندهوش حاجة يقدمها لك. اللي بيروحوا للدجالين والعرافين الشيطان يقيدك اكتر. الشيطان لا يقدر أن يخرج شيطان. العرافة دي تابعة للشيطان, تقدرش تفك لك عمل ولا تقدر تحررك. ما ينفعش إنسان خاطي يخرج شيطان, ما ينفعش شيطان يخرج شيطان. لازم يبقى إنسان بار, جسده ممسوح بالروح القدس والقوة, روح الرب عليه. روح الرب فقط هو اللي يطرد الشيطان. فما ينفعش تروح للدجالين ولا عرافين اللي هي بتقول لك اشوف لك الودع ومش عارف تعالى اقرا لك الكف, تعالى اقرا لك الفنجان, كله كذب. سحرتها وخلتها, وهي قالت دلوقتي كلام خطير, قلعت كل ذهبها وهي مش دريانه واديتهولها. تخيلوا ان واحده كانها خدرتها, بس خدرتها بقوة شيطانية. إبليس سارق لس قتال الناس منذ البدء. لما جات وقعدت عندي طلبت مني أن أنا أجيب لها ملاية, جبتها لها حطيتها عليها, صوتها تغير, خفت منها, صوتها تغير وتغير صوتها, كان صوت وحش وحش قوي. وبعدين قالت لي إيه هاتي مية, جبت المية, المية تحولت طين زي الطين كده, تغير لونها. يعني أنا صراحة أنا ساعتها مش عارفة اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط, بس أنا كان غصب عني لأن أنا من جوايا أنا مشتهية حاجة نفسي فيها, وده من حقي, من حقي ومن حق أي ست إن هي يبقى عندها طفل. بدأت تدوري على حلول لمشكلة عدم الخلفة دي حتى عند العرافين. ما بقيتش عارفة أعمل إيه, تعبت مش قادرة خلاص. واللي هو لما باجي أقف قدام ربنا مش عارفة أصلي, مش عارفة أقول له إيه, هقول له إيه طيب, مش عارفة أصلي, مش عارفة أتكلم مع ربنا. ولما بقف بحس إن لساني مش راضي ينطق, في حاجز. المهم بعدين خدتهم وحطيتهم في منديل وربطته لي على بطني. قالت لي وانا شايفاها وجوزي كان معايا وشافها بعينيه واحنا شايفين الذهب في المنديل وهو بتربط, وجوزي لما شك فيها قال لها لا انت يمكن انت خدتيهم, فك المنديل ولقيهم برضو جوه المنديل مع الملح اللي هي كانت حطاه. يعني ربطنا المنديل تاني, ربطوا جوزي بايده وهي راحت ربطهولي من ورا في ظهري, والذهب كان من قدام في الصورة من قدام. بس بعد ما مشيت أنا وجوزي رجعنا فكينا المنديل, مفيش حاجة. إزاي ما لقيتوش الذهب بتاعك؟ اختفى. مفيش. إزاي إحنا حاطينه وإحنا شايفينه بعينينا؟ صدقني أنا يعني أنا قاعدة أنا شايفة بعيني, أنا شايفة بس مش حاسة ان ده صح ولا غلط, بس انا اللي متأكدة منه ان انا حطاهم وانا شايفاهم. انا لما هي لجأت للسحر شياطين السحرة سلبت ذهبها وخدعوها. الساحرة لما بتيجي تعمل عهد مع الشيطان
هدف الساحرة إيه؟ المقابل إن الشيطان يدمر الناس مستخدما الساحرة، والمقابل إن بيدي للساحرة فلوس. بس نهاية هؤلاء السحرة النار والعذاب الأبدي. أي ساحرة أو سحرة بيسمعونا حول العالم، توبوا، المسيح حي، المسيح هو مخلص العالم، والروح القدس اللي فينا أعظم من أي قوة سحرية شيطانية في العالم. طبعا الأطباء احتاروا، قالوا لك أنت عندك تكيسات على المبايض، مش كده؟ أيوة. هل الطب قدر يقدم لك حل للمشكلة دي؟ لا. انتبهوا، الأرواح الشريرة هي من وراء عدم الخلفة، سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن، هذه هي الحقيقة. قبلتها أم لم تقبلها أنت حر. لما وقفتي قدامي في طابور الصلاة إيه اللي حصل؟ حسيت جسمي، حسيت بخوف وجسمي بيتنفض وعايز أرجع، عايز أرجع مكاني، عايز أطلع برا، معرفتش أطلع، معرفتش، ولقيت نفسي زي اللي حديد في ايديا ورجليا، مش عارفه اطلع. كانك مقيده في ايديك، مش عارفه اطلع. وبعد ما حضرتك صليت لي حسيت براحه. بعد التحرير وطرد الشياطين دي من جسدك، ايه اللي حصل وايه النبوه اللي انت استلمتيها من روح الرب؟ بقى عندي احساس جامد وانا متاكده ان انا هروح من هنا، ان انا مروحه من المكان ده وانا معايا معجزه، ومتأكدة حضرتك قلت لي ربنا هيديكي وهيديكي ولد وبنت وربنا هيفرح قلبك ويسوع بيحبك. كلمة يسوع ولد وبنت ورا بعض. أيوة. ها. أنت حامل في إيه دلوقتي؟ بنوتة. سميتيها؟ لسه. ها؟ لسه؟ اسمها أميرة، هي تبقى أميرة في ملكوت الله. أمين. اللي يجي نسل الله هو نسل الأمراء والملوك. أمين. فالبنت اللي في بطني هتكون مباركة جدا. أمين. مستخدمة في ملكوت الله. حلمت بيك، حسيت ان ربنا بيأكد لي ان انا خدت المعجزة. فاكر الحلم؟ ايوه. ايه الحلم؟ احكي. كان حضرتك كنت قاعد في الأوضة، ودي اول مرة حضرتك كنت قاعد في الأوضة وكانت معاك قاعدة المدام بتاعتك معاك، ودتني خاتم ذهب في علبة وانا فرحت بيه قوي قوي. الخاتم الذهب ده تقولي البنوت بنوت، كل اللي اقوله الكلمة دي يقول لي كده، يقول لي الطفل اللي ربنا اداهولك. انا حاسة ان انا حامل من اول، من اخر يوم روحت فيه هنا انا حاسة ان انا حامل، انا حاسة بكده. خلي بالكوا عشان الكلام ده يعني ما تعدهوش كده، في زرع الهي، في زرع الهي. جوزها عمل دوالي في الخصيتين وهي عندها تكيسات في المبايض، يعني طبيا مستحيل يخلفه. مستحيل، وده اللي الطب قاله لكم مش كده؟ الاول قالوا لنا مساله وقت، استنوا، فضلنا مستنيين سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه لحد ست سنين. لحد ست سنين. وللنا ايه التغييرات؟ التغييرات اللي حصلت في شخصيتك ونفسيتك اولا وفي علاقتك مع الرب. بقيت اعرف اصلي، بقيت اعرف اقول له الكلام اللي نفسي اقوله، وبقيت اعرف. دي المعجزه الكبيره. خدوا بالكم حبايب الرب، المعجزه لما ربنا عملها لك مش معناها انه رضي عنك. المعجزه ربنا عملها لك عشان هو بيحبك، هو بيحب كل انسان، هو بيحبك، هو عايزك تعرف الحقيقه والحقيقه تحررك. المعجزه تقودك للعلاقه. يعني الشخص اللي ياخد المعجزه ويسيب المسيح يا ويلك. وعرفتي خبر الحمل ازاي وايه رد فعلك؟ كنت بعد للعادة الشهرية ولقيت ميعادها عادة ومترددة ان انا اعمل الاختبار، مش خايفة وعايزة وخايفة، عايزة وخايفة. رحت انا وصاحبتي
جبنا الاختبار وما رضيتش اقول لحد ان انا جبته وشلته. الصبح حاجه صحتني، انا مش بصحى بدري، انا ما عنديش شغل، حاجه صحتني وعملته ولقيته مشرطتين. انا عملته قبل كده وكان فيه وما كانش بيبقى فيه حمل، ولقيته مشرطتين بس كان يوم جمعه وانا بس انا متاكده ان فيه. ولقيت فعلا انا لما عملت الشرطتين صحيت جوزي من النوم، كنت بصوت وانت على وشي. جوزها فين؟ قدم شهادتك عن اللي حصل في حياتكم عن مشكلة عدم الخلفة، ولما رحت انت عملت العملية وجريت على الأطباء صرفتوا فلوس قد ايه على الأطباء وكذا؟ احنا صرفنا كتير والله يا جثبونا، وكان أملنا من ربنا ان ربنا يدينا. كنا كل ما نروح للدكتور يقول لك لسه وعندكم مشاكل لما تعمل عملية الحقن. انا عملت حقن؟ لا، انا عن نفسي كنت رافضها، لان كل قعد معايا يقول لك ممكن تنجح 1% وممكن ما تنجحش. فقلت مستنى ما ربنا يدينا، عشان لو عملت عمليه الحق وما نجحتش هبقى كده قلت الفشل على طول، مش هعمل تجارب تاني. لغايه لما ربنا كرمنا ورحنا لواحد صلنا قال لك ما تعملش العمليه وربنا هيديك من عنده. لغايه لما ربنا كرمنا كده كل ما نيجي نقرب الاجتماع ما نعرفوش اجتماعك. لما ربنا كرمنا بواحد جارنا انا ده اللي قال لي تعالى البيت، رحت له انا قلت فيه حاجه ولا شغل ولا مشكله من اخواتي، رحت له. المهم لقيته جايب المقطع بتاع الاجتماع هو اللي اتفرج على الاجتماع ده. انا كنت بشوفه على النت بس ما كنتش مصدق، لان كان الاخوه السودانيين كتار واشوف اللي بيتلقح واللي بيترمي قلت بيعملوا ايه ده ومش موجودين هنا. المهم قال لي لا ده هو الاجتماع ده هنا في وادي النطرون. قلت له ماشي. جه في مره قال لك ايه جو شتاء مش هنقدر نروح عشان العيال. استنينا حوالي 3 اشهر لغايه لما الاجتماع جه وجيني. جيت انت صليت لنا وقلت لنا ربنا يهديكم، وكانت هي عليها روح شريره انت فكتها، مع اني لفت الدنيا كلها عليها. رحت لدكاتره كبيره في مصر كل يتكلم يقول لك لا عندك انت عاوز ايه سال المنوي في توشوهات كتيره. طب الحل يا دكتور؟ يقول لك ايه عمليه الحق. انا كنت متردد منها لغايه لما ربنا كرمنا وجينا عندك والحمد لله فكت العقد. مجد للرب. هللويا. الرب عظم الصنيع والعمل معاكم. امين. ابعدوا عن الخطيه، توبوا، رجعوا للرب. امين يا ابونا. كلوا كلمه الله ان شاء الله يا ابونا عشان ما تتجربوش. امين يا ابونا. نبعدش عن الرب تاني. امين 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 امين. انت حامل في الشهر الكام؟ الخامس. امين. هنصلي لك في نهايه الاجتماع ان الرب يبارك البيبي. لما جيت هنا وانا في ثالث شهر كنت في الطابور وحضرتك جبتني من وسط الناس، قلت لي تعالي انت حامل، قلت لك ايوه، قلت لي انت اللي انا قلت لك ان ربنا هيديكي بعد 3 شهور، قلت لك ايوه، قلت لي امين في اسم يسوع. فعلا كنت حامل 3 شهور. مبروك عليكم الخلاص، مبروك عليك المعجزه. امين. واصبوا على الاجتماعات. امين. ربي يبارككم. شكرا لكم.